السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النذر تحت باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس حاء، وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا حميد حدثني ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادي أو يهادى بين ابنيه، يعني يتمايل ليحملانه، التهادي التمايل، ومنه قيل للهدية هدية لأنها تمال من مال شخص إلى مال شخص آخر. رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نظر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب. هل هنا أمره بكفارة؟ لم يرد أنه أمره بكفارة هنا. نواصل لعل في بعض الطرق ننظر. وفي رواية قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك. واللفظ لقتيبة. وفي رواية: حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل يعني ابن فضالة حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت فقال لي: تمشي ولتركب. كل هذه الروايات ليس فيها ذكر الأمر بالكفارة، لكن عقبها مسلم برواية: باب في كفارة النذر. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. هل هذا كفارة النذر غير نذر الطاعة أو نذر المعصية، أو هو خاص بنذر المعصية؟ نذر المعصية اختلف العلماء فيها، هل عليه كفارة أو ليس على فاعله كفارة؟ فاستدل بعضهم بهذه الأحاديث وبحديث أبي إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي واقفا في الشمس لا يستظل ولا يجلس ولا يتكلم وهو صائم، أربع أشياء: لا يمشي واقف لا يستظل، واقف لا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم، واقف لا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم. قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم. قال: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مره فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، ولم يأمره بكفارة.
فهذه حجج لمن قالوا بأن نذر المعصية ليس عليه كفارة مع الأحاديث التي ذكرناها. الحديث الأخير في الباب هنا كفارة النذر كفارة يمين، هو أن في مسلم ينبغي أن يراجع سنده وانظر إلى ترجمة كعب بن علقمة وعبد الرحمن بن شماسة. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.